بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة مختارة من كتاب نهج البلاغة مما اختاره الشريف الرضي من أثر أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. خطبة له عليه السلام في التوحيد، وقد ألقاها عليه السلام بعد انصرافه من صفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم عباده حمده وفاطرهم على ربوبيته الدال على وجودي بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على أن لا شبه له، المستشهد بآياتي على قدرته، الممتنعة من الصفات ذاته ومن الأبصار رؤيته ومن الأوهام الإحاطة به، لا أمد لكونه ولا غاية لبقائه، لا تستلم المشاعر ولا تحجب الحجب السواتر، فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناع مما يمكن في ذواتهم ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته، والافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، فهو الأحد لا بتأويل عدد، والخالق لا بمعنى حركة ونصب، والسميع لا بأداة، والبصير لا بتفريق آلة، والشاهد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة، والظاهر لا برؤية، والباطن لا بلطافة. أزله نهي لمحاول الأفكار، ودوامه ردع لطامحات العقول، الذي قد حسرت دون كنهه نوافذ الأبصار، وقمع وجوده جوائل الأفكار، بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه. من وصفه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، ومن قال كيف فقد استوصف، ومن قال إلى ما فقد وقت، ومن قال أين فقد حيز.
عالم إذ لا معلوم، وخالق إذ لا مخلوق، ورب إذ لا مربوب، وإله إذ لا مألوء، وقادر إذ لا مقدور، ومصور إذ لا مصور. كذلك يوصف ربنا وهو فوق ما يصف الواصفون. أحمده استتماما لنعمته، واستسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هدى، ولا يئل من عادى، ولا يفتقر من كفى. فإنه أرجح ما وزن، وأفضل ما خزن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها، معتقدا مصاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لأهاويلي ما يلقانا. فإنها عزيمة الإيمان، وفاتحة الإحسان، ومرضاة الرحمن، ومدحرة الشيطان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات. والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين، وتزعزعت سوار اليقين، واختلف النجر، وتشتت الأمر، وضاق المخرج، وعمي المصدر. فالهدى خامل، والعمى شامل، وعصي الرحمن، ونصر الشيطان، وخذل الإيمان. فانهارت دعائمه، وتنكرت معالمه، ودرست سبله، وعفت شركه، أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه،
ووردوا مناهلا بهم سارت أعلامه وقام لواؤه في فتن دعستهم بأخفافها ووطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون في خير دار وشر جيران نومهم سهود وكحلهم دموع بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا وتقوى الله أفضل كنز وأحرز حرز وأعز عز منجاة من كل هلكة وعصمة من كل ضلالة فيها نجاة كل هارب ودرك كل طالب وظفر كل غالب وبتقوى الله فاز الفائزون وظفر الراغبون ونجا الهاربون وأدرك الطالبون وبتركها خسر المبطلون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا وإن الله سبحانه قد جعل للخير أهلا وللحق دعائم وللطاعة عصما وإن لكم عند كل طاعة عونا من الله يقول على الألسنة ويثبت الأفئدة فليقبل امرء كرامة بقبولها وليحذر قارعة قبل حلولها ولينظر امرء في قصير أيامه وغليل مقامه في منزل حتى يستبدل به منزلا فليصنع لمتحوله ومعارفه منتقله فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وتجنبه من يرديه استنصح وقبل نصيحة من نصح بخضوع وحسن خشوع ودخل مدخل كرامة وأصاب سبيل السلامة
ببصري من بصر وطاعة هاد أمر إلى أفضل الدلالة وكشف غطاء الجهالة المضلة المهلكة وبادر الهدى ببرهان وبيان قبل أن تغلق أبوابه وتقطعه أسبابه واستفتح التوبة وأماط الحوبة فقد أقيم على الطريق وهديه نهج السبيل واعلموا أن عباد الله المستحفظين علما ورعاة الدين فرقوا بين الشك واليقين وجاءوا بالحق بنوا للإسلام بنيانا فأسسوا له أساسا وأركانا وجاءوا على ذلك شهودا بعلامات وأمارات يحومون حماة ويرعون مرعى ويصونون مصونا ويفجرون عيونا بحب الله وبره وتعظيم أمره وذكره مما يجب أن يذكر به يتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحبة ويتنازعون بحسن الرعاية ويتساقون بكأس روية ويصدرون برية قوام علماء أوصياء أمناء لا تشوبهم الريبة ولا تسرع فيهم الغيبة على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم فعليه يتحابون وبه يتواصلون فكانوا كتفاضل البذر ينتقى فيؤخذ منه ويلقى قد ميزه التخليص وهذبه التمحيص هم موضع السر ولجأوا أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا ويبرأ رجال من رجال على غير دين الله لم يخف على المرتدين
ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولم يكن فيه اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان معا فيجللان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتدين ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولم يكن فيه اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان معا فيجللان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى وما أحدثت بدعة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كيف بكم إذا ألبستكم فتنة ينشأ فيها الوليد ويربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير يجري الناس عليها فيتخذونها سنة فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة وقد أتى الناس منكرا ثم تشتد البلية وتنشأ فيها الذرية وتدقهم الفتن كما تدق النار الحطب وكما تدق الرحاه بثفالها فيومئذ يتفقه الناس لغير الله ويتعلمون أهل غير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن وتوغلوا الجهل وأطرحوا العلم وأرزى المؤمنون ونطق الضالون المكذبون آثروا عاجلا وأخروا آجلا وتركوا صافيا وشربوا آجنا زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألف وبسئ به ووافق حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبله مزبدا كالتيار
لا يباليه ما رق أو كوقع النار في الهشيم، لا يحفظ ما حرق. هلك من قارن حسدا وقارن باطلا ووالى على عداوتنا أو شك في فضلنا. إنه لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أطول الناس رأسا وأفضل الناس أنفاسا، هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة، وحجة الله عليكم في حجة الوداع يوم غدير خم وبذي الحليفة، وبعده المقام الثالث بأحجار الزيت. تلك فرائض ضيعتموها وحرمات انتهكتموها، ولو سلمتم الأمر لأهله سلمتم، ولو أبصرتم باب الهدى رشدتم. تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات، وفتحت لي الأسباب وأجري لي السحاب، ونظرت في ملكوت لم يعزب عني شيء فات، ولم يفتني ما سبقني، ولم يشركني أحد فيما أشهدني ربي يوم يقوم الأشهاد. وبي يتم الله موعده ويكمل كلماته، وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه، وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه، كل ذلك من الله به علي وأذل به من كبي. ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. أعملوا ليوم تذخر له الذخائر وتبلى فيه السرائر، ومن لا ينفع حاضر لبه فعازبه عنه أعجز وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد ولجبها عتيد وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد وعذابها أبدا جديد.
ألا وإن اللسان الصالح يجعله الله تعالى للمرء في الناس خير له من المال يورثه من لا يحمده. اللهم إني قد بصرتهم الحكمة ودللتهم على طريق الرحمة وحرصت على توفيقهم بالتنبيه والتذكرة ودللتهم على طريق الجنة بالتبصر والعدل والتأنيب ليثيب راجع ويقبل ويتبع متذكر فلم يطع لي قول. اللهم وإني أعيد عليهم القول ليكون أثبت للحجة عليهم. أيها الناس اعرفوا فضل من فضل الله واختاروا حيث اختار الله، واعلموا أن الله قد فضلنا أهل البيت بمنه حيث يقول: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد طهرنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل دنية ورجاسة، فنحن على منهاج الحق ومن خالفنا فعلى منهاج الباطل. أنا قسيم النار وخازن الجنان وصاحب الحوض والأعراف، وليس منا أهل البيت إمام إلا وهو عارف أهل ولايته، وذلك لقول الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا لا تعدوه العقوبة. وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وأنوار الظلام وضياء الأمر، والله لئن خالفتم أهل بيتي نبيكم لتخالفن الحق، هم أعلم الناس كبارا وأحلمهم صغارا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقوهم فتضلوا، ولا تخالفوهم فتجهلوا، ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، فاتبعوا الحق وأهل حيث كانوا. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين الموقنون الذين خلعوا سرابيل الهوى
وقطعوا عنهم علائق الدنيا. أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ أين الذين أخلصوا أعمالهم لله وطهروا قلوبهم لمواضع نظر الله؟ الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله وقد طلع طالع ولمع لامع ولا حلائح واعتدل مائل واستبدل الله بقوم قوما وبيوم يوما. وانتظرنا الغير انتظار المجد بالمطار، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. ثم أقبل عليه السلام بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصتي وشيعتي، فقال: لقد عملت الولاة قبلي أعمالا عظيمة، خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وتحويلها عن مواضعها إلى ما كانت تجري عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرغ عني جندي حتى لا يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز ذكره وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها السلام، ورددت صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومده إلى ما كان، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقوام مسمين لم تمض لهم ولم تنفذ، ورددت دار جعفر بن أبي طالب إلى ورثته وهدمتها من المسجد، ورددت قضايا من الجور
قضى بها من كان قبلي، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق، فرددتهن إلى أزواج، واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام، وسبيت ذراري بني تغلب، ورددت ما قسم من أرض خيبر، ومحوت دواوين العطايا، وأعطيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي بالسوية، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء، وألغيت المساحة، وسويت بين المناكح، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، ورددت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سد منه، وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخرجت من أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده ممن كان رسول الله أخرجه، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله ممن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخل، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وآله، إذا لتفرقوا عني والله، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، فنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل سيفه معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا في جماعة، حتى خفت أن يثوروا في ناحية عسكري، بؤسي لما لقيت من هذه الأمة بعد نبيها من الفرقة، وطاعة أئمة الضلال والدعاة إلى النار، وأعظم من ذلك لو لم أعطي السهم ذوي القربى إلا من أمر الله بإعطائه، الذين قال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل هؤلاء منا خاصة، إن كنتم آمنتم بالله
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان فنحن والله الذين عنا الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله في ظلم آل محمد إن الله شديد العقاب لمن ظلمهم رحمة منه لنا وغننا أغنانا الله به ووصى به نبيه صلى الله عليه وآله لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا وأكرم الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ أيدي الناس فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا ما لقي أهل بيت نبي من أمته ما لقينا ما لقيناه بعد نبينا صلى الله عليه وآله والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.